وما هي إلا أيام قليلات، ويهل هلال شهر رمضان. ولربما كان هذا الشهر عند أكثرنا ليس هو رمضان الأول في حياته، وربما قدم بعضنا صيام 10 رمضانات أو أقل من ذلك أو أكثر، ولكنه ربما يكون رمضان الأخير في حياتنا. فإن تبليغنا شهر رمضان هذه السنة لا يستلزم أن نبلغه السنة القادمة، وإن الله سبحانه وتعالى يفتح لنا فيه أبوابا عظيمة للمغفرة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كم هي الخطيئات والسيئات التي نتطبخنا بها في الأيام والليالي الفائتات، وهذا مغتسل بارد وشراب، وباب للخيرات مفتوح، وسوق للرحمات رائجة. فاهتملوا فسحة أعمالكم بعقد عزائمكم على استقبال رمضان بإحسان الأعمال